استمرارا لتطبيق سياسة التوسع في إنشاء مقرات جديدة لهيئة قضايا الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقريب إجراءات التقاضي للمواطنين. شهد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية وضع حجر الأساس لمقر جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسماعيلية. فخامة الرئيس بينادي بالعدالة الناجزة، يعني لازم نقرب العدالة للمواطن. احنا الوقت في هذا المكان بننشئ صرح جديد لهيئة قضايا الدولة يضاف إلى الصروح الأخرى التي أقمناها والتي أقامها زملائي من قبل. هيئة قضايا الدولة في الإسماعيلية ستشمل فرعين مع بعض، فرع المدني وفرع القضاء الإداري وفرع التنفيذ وكل الفروع والأقسام المتعلقة بهيئة قضايا الدولة. هيئة قضايا الدولة طبعا زي ما سعادتك تعرف هي حامي المال العام، اللي بتزود عن المال العام بيجيب حق الدولة. احنا بنسعد طبعا ان احنا النهاردة نخصص هذا المكان لهيئة قضايا الدولة، وبنوعد معالي المستشار ان احنا يعني اجراءات القانونية لاستصدار الترخيصات مش هتاخد زمن، وان شاء الله نبدأ في انشاء هذا المبنى وينتهي في يعني اشهر قليلة ان شاء الله بشكل متميز يليق بهيئة قضايا الدولة. الحقيقة ان احنا عندنا في الاسماعيلية مبنى او مقر في مجمع المحاكم ومقر اخر في مجمع المصالح في الاسماعيلية، ولكن ان يكون هناك مبنى مستقل فدي طفرة كبيرة شأنها شأن العديد من المحافظات. يمكن الفترة الأخيرة وكان من ضمن تكلفات مع الوزير مسعد بيعد مقصود ان احنا يعني نحاول نريح الأعضاء، نحاول نزيد من المباني والمقرات في كل المحافظات مصر. وخلال زيارته لمقر هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية افتتح الفخراني غرفة التحول الرقمي بها وأشاد بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية. اتجاه الدولة هو الرقمنة، كل حاجة تمشي بيد رقمنة والتحول الرقمي، بمعنى احنا جميع القضايا بتاعتنا تسجل على الكمبيوترات على في داتا معينة، نحن سهل جدا نوصل لأي معلومة، وده اتجاه الدولة الحديث ان احنا كله يبقى عن طريق الكمبيوتر. ده بيؤدي الى العدالة الناجزة، ده بيؤدي الى سرعة اجراءات التقاضي، بيوفر عمالة، بيوفر موظفين، بيوفر جهد كبير للسادة المستشارين. فطبعا النهاردة احنا حاليا دلوقتي في التحول الرقمي، غرفة التحول الرقمي فرع اسماعيلية اول بنفتتحها، ومزودة زي ما سعادتك يعني شفت مزودة بأحدث الأجهزة. تمكين مستشار الدولة من أداء دورهم الوطني الهام في الدفاع عن المال العام هدف تسعى هيئة قضايا الدولة إلى تحقيقه. صرح جديد يضاف إلى مقر هيئة قضايا الدولة ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة بالتعاون مع الهيئات القضائية، ويساعد على تطبيق استراتيجية الدولة في التحول الرقمي. من محافظة الإسماعيلية أحمد أبو الحسن، أني للأخبار.